في الحلقة دي إن شاء الله يا جيش المكتشفين هنتعرف مع بعض إزاي تقدر إنك تحول الصوت من كده الله أكبر الله أكبر تعمل عليه صدى صوت ويكون بالشكل ده الله أكبر الله أكبر. فمن غير أي تأخير خلينا ندخل في الحلقة. السلام عليكم، اهلا بكم يا جيش المكتشفين. النهارده ان شاء الله هنتعرف مع بعض ازاي نقدر نعمل صدى صوت علشان يكون الصوت ممتاز. هتلاقوني سايب لكم رابط الصفحه دي في الديسكريبشن تحت، هتاخد بعضك تدوس عليها. طبعا مختصره اعلانيه، سايب لكم طبعا برضو طريقه فتح الروابط في الديسكريبشن تحت. بعد كده هتلاقي هنا اختيارات كتير. طبعا لو انت ماك او اس او ويندوز، في حالتي شخصيا ويندوز، هتدوس هنا هو هتحمل البرنامج المجاني الشهير اوداسيتي. بعد كده هتدوس على اوداسيتي انستولر بالمنظر ده، تلاقيه بيقول لك اوداسيتي ويندوز انستولر، تدوس عليها بالمنظر ده وهتبدا التحميل والتسطيب عادي خالص. كليكتين على نيكست وانستول وهتفتح البرنامج. لما هتفتح البرنامج هيكون عندك خيارين. اول اختيار هو انك تدوس على العلامه الحمراء دي عشان تبدا التسجيل، وبعد ما تخلص تدوس هنا عشان توقف تسجيل. طب افرض يا يوسف انا دلوقتي مسجل اوريدي مثلا على تليفوني او مسجل على جهاز تاني، اجيب الصوت ازاي؟ اقول لك روح على فايل، دوس على اوبن، هتلاقي في قائمه بكل الصوت اللي عندك، هتدوس عليه دبل كليك. ده دلوقتي كده هو يعتبر مقطع من اذان فضيلة الشيخ علي ملا مؤذن الحرم بدون اي تأثير، وده صوت طبيعي طالع من بقه بدون اي تأثير وبدون اي صدى صوت. كل اللي هتعمله انك هتحدد الجزء اللي انت عايز تعمله صدى صوت، او لو انت عايز تعمل الصوت كله تدوس على كنترول وايه. بعد كده هتروح على قائمة الافكت وهتنزل تحت، هتلاقي حاجة اسمها ريفيرب، هتدوس عليها بالمنظر ده وهتدوس على كلمة مانج وتدوس على فاكتوري بريزتس وهتختار باس روم. تمام، هتلاقي القائمة اللي عندك دي بالمنظر ده. طبعا دي كلها اعدادات، لو انت بتفهم في مونتاج الصوت العب فيها براحتك، لكن لو انت عايز حاجه تكون جاهزه ما توجعش دماغك، هتخلي اول قيمه بس على 100 زي ما احنا ما شايفين وهتدوس على اوكي. طبعا قبل ما تدوس على اوكي تقدر انك تعمل بريفيو من هنا. بصوا الله اكبر الله اكبر، عشان برضو لو انت مثلا مش عاجبك الصوت ما تكونش طبقت الافكت على الفاضي، تلعب بقى في الاعدادات دي براحتك، ممكن تزودها تقللها. ممكن حتى لو انت ما بتفهمش في مونتاج صوت عادي العب فيها، اكتشف دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ودوس على بريفيو واظبط حالك. لكن زي ما قلت لك، انت لو عايز الشغل عجاز مش عايز توجع دماغك، خلي دي على 100% وسيب الباقي كله زي ما هو، وبعد ما تخلص دوس على اوكي. هنيجي نسمع دلوقتي. الله اكبر الله اكبر. طب انا بقى دلوقتي خلصت اعمل ايه؟ روح على كلمة فايل ودوس على كلمة اكسبورت، وهتلاقي بيقول لك انت عايز تعمل اكسبورت بالMP3 ولا بالWAV. طبعا احسن جودة لو انت هتنشره على النت هتبقى MP3، هتدوس عليه بالمنظر ده وتسميه من هنا. مثلا انا سميته شرح صدى الصوت، وتدوس على كلمة سيف. وبعد كده طبعا البيانات دي بقى لو انت فنان كبير امداها، مثلا الاسم ومين اللي عامله ومش عارف ايه وكده، دوس على اوكي. بعد كده بعد ما هيخلص معاك لو طلع لك تحميل سيبه يحمل، لكن انا ما طلعليش، هقفل دلوقتي البرنامج وادوس على نو. الله اكبر الله اكبر. اتشرفت جدا بمشاهدتك للفيديو ده، ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتشير الفيديو مع كل اصحابك عشان يعرفوا الطريقه. معاكم يوسف نصر، اشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. في امان الله.